قبل لا افتح قناتي باليوتيوب يا جماعة كنت اعشق شيء اسمه اي سبورت او رياضة الكترونية، لكن الحين مع القناة ومعاكم انت والله يسعدكم ومع الجو اللي صرت اعيشه من بثوث ومقاطع صرت ما اقدر امارس المتعة هذه اللي كنت اول اعشق، وعلى حظي اللي ما تغير. تخيلوا معي يا جماعة الخير ان الان صارت في بطولات تصير عندنا بالسعودية جوائزها تصل الى 4 مليون ريال. مستوعبين الكلام؟ قال 4 مليون وانت قاعد تلعب؟ والله ما شاء الله، والله ما تصير هذه، حرام كثير، مره كثير ما شاء الله. الله يزيدكم باللاعبين. وهذا الشيء يا جماعه صار موجود عندنا، كل سنه تقام مرتين دوري السعودي للرياضات الالكترونيه، يصير عباره عن 10 اسابيع تلعب فيها 5 العاب، رينبو، كول اوف ديوتي، اوفر واتش، دوتا 2، وايضا كاونتر سترايك. صار الان تقدر تعيش جو البطولات، تقدر تحضر وتسمع صوت الجماهير، تقدر تلعب اذا انت مع المعرقين افضل اللاعبين العرب في مكان واحد. وخذ هذه مني عزيزي المشاهد عشان ما اطول عليك، يوم السبت انا وفريق باور بنكون موجودين في نهائي بطولة كود، وباور يلعب وتقدر تحضر انت، ممكن نقابلك نصور معاك وتشوف قدام عينك المعرقين كلهم بالملعب. راح تكون بطولة كود تعريق 1000 وبيكون نهائي مع مين؟ حدينا احنا يا باور، راح يكون باور ضد فالكون، شيء مش طبيعي، وان شاء الله بتشوفون صناع المحتوى اللي معنا هناك وتقدر تحضر وتعيش التجربه معنا وتشوف قدام عينك وتقابلنا عن طريق الرابط اللي تحت. ادخل على الرابط اللي تحت وتحصل رابط تذاكر، ترى عد مره قليل يعني محصور، يمكن يخلص بعد المقطع هذا، الحق عليه كلم اخوياك وعيش الجو معنا. وايضا راح تكون في منافسه 1v1 انا ضد واحد ثاني مشهور، مين بخليها مفاجاه لكم، لكن وعد بتستمتعون. اللي ساكن بالرياض الرابط بتحصله تحت، ما بطول عليكم اكثر من كذا. الله يسعدكم على دعمكم، مشاهده ممتعه المقطع الاسطوري، ودامك وصلت للمرحله هذه اكيد انك مستحيل تنسى حبيب القلب السكسبي يا جماعه. صلوا على محمد، مشاهده ممتعه المقطع، السلام عليكم. ايها الاخوه السادة الكرام، عشان دعمكم باخر مقاطع تستاهلون عيوننا، ما عليكم من الصور يعني صار حبه حبه نفهمكم وش صاير الان. ثواني يا جماعه الخير، اخر مقطعين الامونجس يا جماعه كلها فوق 200,000 لايك، ودعمكم هذا يخلينا نستمر. انا ادري اخر مقطع من زمان له يا اخوان، لكن بسبب المعرض وعطاني المعرض الله يسعدكم يا جماعه، قسما بالله من امتع الايام اللي قابلناكم فيها. بس ما نبغى نطلع عن حديثنا، تشوفون على اليسار الان شخصيات، بنبدأ لكم حبه حبه وبنقول لكم كل واحد مين الشخصيه، اوكي؟ اتوقع واضح، ما عليكم من وجهي يا جماعه، لكن كل شخصيه عندها مين، تمام؟ بنبدأ فيني اول شيء، شخصيه S6B، بسم الله الرحمن الرحيم، نتحول يا جماعه الخير الى الشخصيه الاولى، ولا حد يعلق الله يرضاني عليكم، بسم الله. الشخصيه ما عليكم من الرسم، الوجه كله والراس والذقن، خلوه على جنب، الراس كبير شو يسوي؟ امونج يا جماعه امونج. كذا الرسم فيها هذا اللي موجود. طيب اسمع ثواني ثواني، طيب احمد شخصيتك ايش تسوي يا احمد؟ تحت على اليسار في شيء انا غثيتكم فيه لي 3 سنوات، الكود، اخيرا اقدر استخدمه كسلاح. نبغى 3 نتست عليهم الكود، وترى اول مره 3 يروحوا اليمين، 3 يروحوا اليمين اف. اوه عندنا الميزه هذه، اوكي دبل كليك، دبل كليك على كليك يمين بينزل الكود، كليك يمين. اوه نزل بسرعة، نزل بسرعة، دقيقة ما استوعبت، ما استوعبت، اصبر 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 اصبر، ابغى تستاني، ابغى تستاني، بسم الله. حبيت انا شخصية صهيب، صهيب انت شخصيتك ايش؟ ماين كرافت؟ ماين كرافت تحول، اوكي ايش اقدر اسوي؟ التي ان تي، اوكي اوكي واحدة داس عليها، اوه ينفجر تي ان تي، اوكي نايس 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 نايس. طيب خلينا نشوف بندريتا، بندريتا وش شخصيته؟ باستمان، اوكي نايس والله نايس نايس والله نايس، حق السرعة حلو حلو مرة مرة حلو. كرشة بندر، ايش الكرشة دي؟ يعني كذا تجي سريع باستمان لايف تعطي حبة تمشي، اوكي عندنا شخصية ابو فلة، ابو فلة شوي الرسم انا ما عجبني، لكن احنا حطينا عند كل واحد فكرة. ابو فلة ولا وش مصارع ملاكم سيارة، اوكي عشان نايس والله نايس. طيب السيارة شو تسوي؟ السيارة شو تسوي؟ طيب السيارة شو تسوي؟ اخر 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 انت تتاخر اخر 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 الكود والسيارة والله ما بعيوز، اوكي وش ده؟ دعس رامي بسرعة يا ساتر. طيب يا جماعة اتوقعكم شفتوا فكرة المود وفهمتوا السالفة كيف، تبون اشياء زي كذا والله من عيوننا، بس ترى تاخذ مننا وقت مرة وايضا تاخذ مننا
فلوس لكن تستاهلون. فانزل تحت حط لايك اذا عجبك الطرب، نبدا الان باذن الله واشترك ما بقى لنا 5 مليون. وفي الاخير اذا في شخص عربي مبدع بالرسم الانيميشن والرسم المتحرك يتواصل مع صهيب بتويتر وراح يكون له راتب ومبلغ على المودات اللي يسويها لنا. نسمي بالله ما نبي نطول اكثر من كذا، صلوا على محمد ونبدا المقطع. يلا يا جماعه بسم الله، اول جيم يا اخوان نسمي بالله ونقول ان جاء من حظي اني امبوستر. اللهم لك الحمد، مواطن عادي عادي جدا وراضي واللهم لك الحمد. وخل نشوف مين اللي في البدايه بيفلص ومين بيجيني انا ومين بيجي شخصيه الباقين ونسمي بالله. تمام، طبعا احنا قاعدين نبث يا اخوان، اللي مو متابعني على تويتش يجي الرابط تحت تابعني على تويتش. شكرا. رايت وقف شكله قاعد يتفرج، انا ويش راح اتحول على مين؟ مهام كثيره. اوكي طيب طيب، رايد يا رايد 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 يا البط، والله لا مرة بالاجتماع ما يعرف يستخدم يعني ما يعرف يستخدم. يما شفت رايد قدام عيني يلحقني السكسي يلحقني، يقول لخ 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 هرش كبير كأن الشيخ نايف. والله من أنا البوستر رايد وانت لا واحد نفس لبس لبسك. طيب بس انه واضح اضبط يا عيال ولا ما اضبط؟ طيب شوفوا شو انا ما شفت صهيب، ما شفت رقم بعد. اسمحوا لي اتكلم. طيب ممكن اتكلم؟ انا مسوي اجتماع وبيكم تخلصون. طيب انا مسوي اجتماع. تمام انا بسوي اجتماع. اوكي يلا يعني المفروض اني اتكلم، يعني انا لاحظت ما شاء الله رايد بعدين زيد ما ادري، اتوقع اطلع لفت وخليكم تكلمون كيفكم، بس يعني شويه احترام. كلنا عارفين انه رايد بس ودنا نسمع وش يقول. بس لا 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 رايد انا بقول لكم اللي صار، بقول لكم اللي صار. تمام رحت من يسار جيت ابغى اسوي اول مهمه عندي بري اكتر، فجاه لقيت السكس في داخل علي. السكس كودي ما يطلعني قلبي، والله ما يطلعني قلبي. واركض 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 ليه ما ضربت الاجتماع. ما اذكر مين شفت ناس كثار بنو بس ما اقدر اقط التهام مباشر على احد، لكن ده كودي يعني ما اقدر اسوي له شيء، والله ما اقدر. فبكيفكم يا اسمح لي اتكلم احمد، تسمح لي اتكلم طال عمرك؟ تكلم. يوم بدا الجيم انا شفت صهيب وش اسمه ورختر اتوقع رايحين للادمن، ما ادري مين مع صهيب. اللي صار ما في الا انت ورايد وريدكس. كويس ريدكس كان يسار، ما شفت ريدكس. ايوه لحظه شفت ريدكس ورايد والسكس بي هم اللي راحوا يسار. حلو ريدكس ورايد والسكس بي. اسمعني احمد اسمعني. اوكي بعدين نزلت انا تحت الادمن مع الشباب فلقيت قاعد يلحق السكس بي. كويس ورايد قاعد يقول السكس بي يلحقني كانه الشيخ نايف. احنا ما شفنا يلحق رايد، احنا ما شفنا رايد خير شر من بعد ما راح يسار. لا بس لازم اقول لك كلمه حق، ابى اقول كلمه حق عشان ما يكون صوت من اول راوند. تمام رايد شفته انا عند الرياكتر فوق، بس بعدها ما شفت ريدكس يوم تقول ريدكس راح يسار. فريدكس يعني ما ادري يعني والله يعني ما ادري يعني ولو قعدت تلحقني بكودي يا راعي الشخصيه والله العظيم لا اعرق اروح افتح شاشات كلها والبث كامل. طلعوا الحمار يلعن مخك يا الحمار. ما رجع يا عيال المواطن، ما رجع المواطن. طلعوه اشتغلت عندنا. اين الاصبع الصغير ها انا هنا اين الاصبع الصغير ها انا هنا. شلون ما حد يقدر وش امي كل شوي داخل هنا حطهم تنتي على الكاميرا. شوفوا اللعب كيف، شوفوا ها. مين دبلنا؟ ابشروا رايد كان واضح، رايد مسكين يا حبينا رايد. انا قتلتني وشو يا عيال
ايش السالفة؟ دقيقة نبغى شرح تمام. انا مصدوم قاعد اسولف مع الشات، لفيت لقيت الكم الهائل هذا، واضح ان الكود طاع على 20 واحد. كمل فيصل. انا وراي جنب عثمان لقيتني شاف حلو فجأة كذا بني جنبي، فجأة رختر كان جنبي حلو أنا. حلو كذا ما حلو اي احد جنبنا ولا طيب خلني اقول لكم انا ايش شفت. انا بس انا كذا عيني صغيره وشفت اشياء بسيطه مره. اول ما بدا الراوند كان في تكدس بالنص، بعد ما قبل تطفى الكهرب بشوي كانوا في اثنين اقصى اليسار مره متجمعين. لا لا خلنا وانت انت خلصت سيفتك، رحت للالكتريك نزلت تحت صح ولا لا؟ قولي صح ولا لا. يا سلام انت بالالكتريك الكهرب طافيه، انا داخل كنت ابغى اصلح بالالكتريك لقيتك انت جاي من فوق تبي تصلح بعد. انا ادري ان عيد مواطن ما تحول، ما انتهى مستحيل، وين يتحول؟ باقي عندي اثنين فيصل مو بشك فيه، بقول لكم الان ليش. باقي رايد ومطهجن، جثه صهيب وجثه برضو الظهر رامي، ما اذكر بالضبط ايش كان اللون، عرفتها الظهر ورامي واحد منهم كانوا باليسار متدبلين والظهر بعد متربلين. يعني في حاجه صارت، يا اما الكود طاع عليهم وهم متجمعين، يا اما ان السياره حقت ابو فلة دعستهم، يمكن التي او بدلتها مستحيل يسوي الشيء هذا. فلذلك سوسي انا اللي انا اتوقع انه واحد من الاثنين، يا اما رايد يا اما مطهجن. عيد بريء براءه الدم. اول شيء انا اكبركم يا جماعه الخير، صحيح؟ صحيح صحيح. اول شيء يا احمد انا مصلي معاك بالجماعه صح صح, صح صادق. ما ارجع مواطن اول ما يبدا الجيم، ما اقدر ارجع الان. اسمه من اخوكم لازم يبدا الجيم، هو ما يبدا الجيم. مطهجن قلبي يقول لا قلبي هذه رايد شككتني فيه. مرتحت لك. لا 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 ميوت. سكيب 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 نلعب وصول. سكيب 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 وصول. بعدين احمد مش عارف في اماكن وجهه ميوت كلها. شلون انا اقول لك كنت صار انا غبي، انا وعيد جنب بعض كنا ميوت. فيصل يا ابو ريح ذني مره تصوت عيني ايش تبي؟ فهم 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 نطافي نطافي والله يروح نطافي نطافي ضيعته ضيعته بصلح 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 اتعول هذا لك هذا لك ثلينا كلهم واحد مع بعض لحظة انا اصلح لا يا عيال طلعت يا دقيقة اسمعوني اصبر ثواني. طيب بخليك تتكلم. يوم نزلنا تحت كان اللي موجود بالمكان وظلام عتمة، ظلام مرة، البرتقالي فيصل وعيد صديقي. بقى الراوند اللي قبل قلت سك السوس حقي على رايد وعلى مطهجل، فيصل كان مصوت على رايد باقي مطهجل. رايد وين كنت؟ يوم نزلنا صلح وين كنت؟ كلنا جنب بعض ما مت معنا ولا شفناك. ابو مشواح يعني ثواني. دقيقة انا مسوي ريبورت. ابو مشواح مسوي ريبورت وبيتكلم. ابو مشواح كنت انت؟ ما كان معنا. كنت يسار. ايش كنت بتحول وقاعد تصدم؟ احمد ما في لا نفس الالكتريك. ابو مشواح يسار. اسمع يا ابو ريحه يا لون النخرور. اسمع اول حنا بالبوفيه دي بالبوفيه ما دي. طيب يعني بتصدق اذا قال يسار يا مطهجن؟ اصبر اصبر. انا لقيته متحول نزل تحت، جيت بضغط هذا بضغط ما لقيته مقفل، هربت يسار لانه نزل تحت. منو هذا ما ادري، النخرور اللي هو انت يا المسرح الجاكوزي البارد. ابو مشواح انت شفت اول ما بدينا الجيم كان طيب يا عيال هل معقول انك توصف فيني مرحله الغباء اني اكون نفس الشخصيه حقتي، اني ابدا الجيم بريبورت وانا نفس شخصيتي حركات سباي؟ مين السباك يا رايد؟ انطاج النخرور النخرور. ابو مشواح لا ياخذ بالكلام. ايش قلت رايد؟ قلت اي رايد تدري وش اللي ضحكني اني قاعد اضبطه من بدايه الجيم واسلك معاه وتحول قدامي الحمار عشان اتحول بكودي خليته، والحين يبغى يفوز فيها، لكن والله ما خليك اصوت عليك حتى لو اخسر. دور عليك رايد، دور عليك كلامي صحيح قبل شويه. ايوه يا رايد 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 اللي صوت عليه. شفت انا كنت اطقطق يا رايد، كنت اطقطق اعطيته وجه وصدق عمره. وطيب عشان اثبت لك اني مواطن ماني مصوت، تبي تصوت عليه صوت وببقى كذا واقف والله العظيم طز بالجيم. خلي جو قلبك ولا تصير سبك. ما اقدر اصوت. حياكم الله ايها الاخوه الكرام. والله احمد قلت لك
غبي يا ابو وجه طويل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله نطيح الكود على مين بسم الله بسم الله نطيح الكود على مين رايد ولا مبهجل مبهجل ولا رايد رايد كودي موجود هناك يلا صلح صلح يلا يلا صلح صلح وخذ هذه مني والله العظيم يا رايد دقيقة أول راوند إيش سويت فيكم أول راوند كيم طاجي 1 2 3 4 ايوه اليف بصريه مطهجل او ماي جاد مامات طلع لي قفطه بنستعلي كودي ريتال السلام عليكم يا جماعه انا مسوي اجتماع اتمنى تسمعون الكلام ورحمه الله وبركاته لحظه لا بخليك تتكلم يا عيوني انت بخليك تقول كل شيء سرعه الاتصال في لعبه امونج اس في الابلود هل من الممكن توصل للابلود 3 ثواني ترفع ابلود يعني لو نتك 500 ميجا ما ترفع ب 3 ثواني يا مطهجل انت سويت شيء ما عمره صار في تاريخ امونج رد يا جماعه وش عيد كلامك احمد والله ما فهمت ولا شيء وش طيب. ابلود وش هو مطهجل الداونلود سوى ابلود في الادمن إيه؟ طيب تدري اول ما جاء الاجتماع شفت كهرباء من عند الالكتريك اتوقع في واحد بيتحول على بندل يعني فلاش بتحول هلا عامل الاجتماع يعني انمسك اذا كان مطهجل في الادمن وما طلع منها ترى الله. يعني مو مطهجل لا يا عيال تخشون بعينك فوق يا عيال مطهجل بينزل الكود علي انا ومش واحد يا عيال بينزل الكود ولا انا ما فهم والله اني قايله والله اني قايله والله اني متوتر مرة يا عيال والله المهام مرة قليلة يا السلام عليكم رايد رختر لك يا رايد رختر في سكيورتي مطهجل مع السكس بي مطهجل اللقم ذي شرطهم بالالكتريك السلام عليكم ليديز اند جنتلمان مات قدامي اوه يمه اسمعوني انا بقول اللي عندي وانتم براحتكم على الاخر اوكي يا جماعه الخير شطفت من جهه الالكتريك رايح لجهه السكيورتي كويس مين شطفني جاي من جهه السكيورتي شطفني السكس بي ومطهجل وكان في ريدكس قبلهم كان موجود هناك اوكي المهم يا جماعه الخير رحت للسكيورتي شيكت لقيت رايد ورختر دورت مرة ثانية رجعت لقيت مطهجل عند الالكتريك وقدامه التراب حلو اللي هو الفخذة اللي إذا مشيت على التي ان تي هي حلو أيوة مشى على التي ان تي قدامي ومات مين اللي كان جايني يوم مات مين تتوقع اي انا وراي السكس بي كان طالع من عندكم عموما السوس طالع من عندكم وانا رايح جالس الاحق فيه اهدى السوس حقي على اس اكس بي وانت براحتكم طيب سوسك على اي اساس بنيته عشان انا اقدر ارد لانك انت كذا حس ان انا على اسمعني حلو لانه انا يوم كنت طالع من عند الالكتريك رايح للسكيورتي ما في الا 2 جايين وما كان في تي ان تي
اللي هو انت ومطهجل. ممتاز. مطهجل دخل الالكتريك. خليني اوكي اوكي أهدو. اوكي خليني اخلص خليني اخلص. فهمت 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 قصدك ان انا جاء التي ان تي بعد انا ما جيت. في اربع اشخاص كلهم دخلوا الالكتريك بعد ما صلحنا احنا الرياكتر. اول شيء التي ان تي مو بشرط اني انا احطه اذا مريت من عنده، اقدر اني اتحول وادخل من فنت من الالكتريك نفسها واطلع من نفس الالكتريك وانا حاط تي ان تي على المدخل حقه. الكهرب كان طافي، اللمبات كانت طافيه، يعني اكيد اللي حط تي ان تي يوم طفى الكهرب حطه عشان ما حد يشوفه ورجع معاهم مصلح طبيعي. يعني اذا بتحط سس وبتلعب بذكاء حطه على الاربعه اللي كانوا جات الالكتريك. عيد، انا ابي ابرئ من البدايه بس استغربت انه مبرش علي. ليش ابي ابرئ؟ لانه مستحيل انه يقدر يحط التي ان تي ويجيني من اقصى اليمين. انا ما دخلت الالكتريك لاني ادري 100% ان في شيء بيصير، يا كود يا تي ان تي. كنت بحط السس على صهيب لكن صهيب مات بما انه فنان، فبقى عندي مين؟ بقى عندي ناس ثانيين شاك فيهم، لكن اتهامك علي عشان كان في يوم حط التي ان تي. ليش انت برا الالكتريك؟ لاني ما بدخل الالكتريك وفي اربعه. ليش ادخل وفي اربعه يا زيد؟ مليان التي ان تي، مليان الالكتريك. لازم اخلي زيد يفكرني. لازم تهورت يا عيال. احسنت يا رائد، جدا احسنت. السلام عليكم. انا شفت ايوه خلص تكلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس شطب من عندي من الخوف فقط هذه، قلت يمكن عاد ميلين. طيب انا ماسك اللوك، عندي اتهام بعد ما تخلص. خلص قبل امسك اللوك كان الديكس موجود هناك. بقول لكم ايش صار. تمام، في واحد تحرك بالمناطق كلها بسرعه، تحرك من عند الاستورج، طلع فوق عند الكوميونيكيشن، طلع في النهايه عند المدبي، مو المدبي اللي فوق على اليمين حقه الطلق، ثم راح الاستورج ثم راح المدبي. السرعه هذه عباره عن ثنتين، يا اما انه يكون سياره يا اما انه يكون بندرتا، وغالبا انه سياره. في ناس بالكامات، ابغى لي بالكامات. مين كان بالكامات؟ انا بالكامات. انا رايح الكامات ما فتحت. ايش شفت؟ صح الكلام اللي قلته؟ طيب انا كلامك سليم 100%. اسمعوني ايش بقول لكم يا جماعه الخير. الوقت اللي كان متحول فيه الشيخ ابن الشيخ ابن 66 شيخ المغتال في الوقت اللي كان متحول فيه، انا شفت اربعه في الكاميرا. كويس، اربعه اشكالهم طبيعيه، ريدكس، عيد، رايد، فنصولي، بقى اثنين رامي والسكس بي. واحد منهم كان متحول. اللي قاعد تسويه تصديم، لانك بريت اربعه وقاعد اتكلم انا بلساني ان السياره دي تتحرك بسرعه وبندريت يتحرك بسرعه، فيقدر يتنقل باي مكان ويرجع قدام الكامات، يختفي من الكام حقتك باليمين او باليسار ويرجع بالكامات. لا ممكن لا لا. انت مو شفتهم في الوقت بالضبط اللي الامبوستر متحول فيه لابو فله. كيف تقدر تشوف بالضبط اربعه بنفس اللحظه يا زيد؟ مو منطقي ابدا كلامك انك تحاول تدفسس عليه وتدفسس على رامي بدون الحجه الواضحه. انا اعطيتك شيء مره كان كويس لكن انصدمت فيه. الامبوستر كنت اقدر اذبحك لو انا امبوستر، وكنت اقدر اذبحك لانه قال في اللوج. انا ما شفته في اللوج. انا كيف عرفت انك باللوج يا ريدكس؟ خلاص خليتنا نصوت على اللي كيف يا لوج؟ طيب كيف يا ريدكس كيف عرفت انك باللوج؟ كيف عرفت التحرك هذا كله؟ والله صعبه. لازم اذبح ريدكس، لازم اذبح ريدكس. طيب عيد ضمني. تمام، مره صعبه مره صعبه مره صعبه مره صعبه مره صعبه مره صعبه وما في مهام. مره صعبه والله، مره صعبه يا عيال، مره صعبه. حست 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 مره حست. وجه ايه مو شت علاك طعم الضيق رايح اسوي ريبورت. ايش اسمك؟ في ماينكرافت بالالكتريك هاردك. بس شفت شكله؟ لا لا ايش شفته؟ يا اخي تحول في الظلام، ما شفته تحول في الظلام. رامي وقف، رامي في الكامات. لا مو بالكمان، انا الداخل. انا رايد انذبح قدامي بس ما ادري مين يذبحه، بس اقدر احط سس. يجي الثنتين. عيد بعد مات قدامي. دقيقه طيب. لما طفت الكهرب شو اسمه رايد دخل على المدبي وانا ظليتني نازل من الكافيه. طيب يا عيال انا بلف الطاوله لفه يا جماعه، بلف الطاوله لفه. تمام، بلف الطاوله لفه الان. زيد يا صديقي الذي قال لي لم ارى احمد في اللوج، هل لا زلت معي؟ ثواني. طيب انا معك بس اني خايف.
طيب اوكي 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 بقول كلمتين بعدها رد علي وسوي اللي تبي. انا شايف الكامات والله. لحظة 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 بدون حلف بدون حلف زيد بدون حلف عشان انا بعد اقدر احلف. اسمع الان التحليل اللي المفروض يصير ريدكس وفيصل ماسكين يد بعض وما حد وشايفين بعض والكهرب طافي ممتاز. رامي مكانك وقت الريبورت بالضبط وينك الان في نفس اللحظة بالضبط. رايح اصلح الالكتريك من ورا الجدار قدرت اشوف الماينكرافت لفيت اروح ارجع الكافتيريا اسوي اجتماع وانا طالع لقيت. طيب انا اقول لكم انا بقول لكم التحليل اللي جاني الان وبكيفكم. زيد هل في احد يا عيال يقدر يضمن زيد عشان اسكت عشان اقفل فمي؟ ريدكس انت ما تضمن ان إيه انت وياه وضعكم تخبيط ويضمني ريدكس. رامي وفيصل هل تضمنون زيد؟ هل في احد شاف شيء يضمنه؟ انا هذا الجيم والله منعس شوي. ريدكس تضمن زيد على اساس عشان قال انه كان بالكامات؟ كيف كنت معاهم انت وكنت يسار زيد انت وكنت يسار رايد دفته فوق بالابر انجن؟ متى تفرقت عنهم؟ حلو اقول لك متى تفرقت عنهم. يوم صار الجثث يوم الجثث صارت. لا انا تفرقت عنهم اول ما طفت الكهرباء على اساس صوتوا على اول شيء صوتوا علي عادي وبعدها طلعوا زيد وبعدها طلعوا زيد صوتوا علي وبعدها طلعوا زيد. صوتوا عليه يا جماعه صوتوا علي صوتوا علي وين عاطفه؟ صوت علي بس بعد انت. وعلى فكره ترى ما باقي مهام انت متوتر ما بقى مهام ما بقى مهام اجتماع وطلعوني هم تحول كان السلام عليكم ماريو ميكر. السلام عليكم. السلام عليكم ماينكرافت. السلام عليكم. انت مخيف جدا انت مخيف جدا انت مخيف جدا. انا بحب اقول لك شيء الان واصدمك فيه. صوت علي العلم بالغضب. يا حبيبي ما في تبرير ما عندي تبرير ما عندي تبرير ما عندي صوتي تعبير على حظي حظي السد. ميوت 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 يا عيال ميوت 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 يقطع حظ. صوري بورت من جديد. احسن. انا لا اسكب والله لا اسكب انا ابدا اسكب زيد والله لا اسكب والله لا اسكب. من اللي رام نايم بالكامات بالله؟ تين تي تين تي تين تي يا تين تي غدار تين تي غدار تين تي. شوفوا وين تين تي داخل. صيب لا صيب كمل همتنا. لا مش عندي انتي مش عندي انتي يا جماعة كيف صايب طرحني يا عيال. شت كمان طرحني. كمات فيها ثلاثة شكل نايم نايم حق الكمات نايم نايم نايم. ريدكس يسوي ريبورت من آخر الدنيا يا عيال. ريدكس ما في إلا هو ما في إلا هو يكنس يكنس جثث. يلا تكلم ريدكس. أحمد أنت اللي جنبي صح؟ أنا كنت ماسك اللوج وعارف أماكن العيال كلهم واللي بيكذب أصوت عليه لحتى اللوج ملصق بالباب ملصق بالباب ولا أي ملصق أبدا. أنا أبدا مو ملصق أبدا أحمد. أنا وين كنت أحمد؟ لحظة حبيبي
فكيت اللوج لقيتك جنبي سويت ريبورت، يعني اذا ما قلت لي الان مين القاتل الجثه عندك بتهمك على طول. لا ما سمعت. يلا قلت لي واحد يلا جنب الجثه ورامي، رامي طلع من عند الجثه. وين الجثه؟ فلازم رامي يعلمنا. طيب وين الجثه؟ يلا الجثه في الكافيتيريا، عند باب الكافيتيريا. عند باب الكافيتيريا ممتاز. معناته اللي بالكامات هم اللي بيعلمونا، اذا كلامك صح اللي تقول الان. يلا مين اللي مين اللي ذبح يا جماعه؟ انا بالكامات انا اختار. هل في احد ذبح قدام باب الكافيتيريا؟ لا. طيب يلا ريدكس كيف سويت ريبورت وانت عندي؟ ويني والكافيتيريا ويني اساسا؟ انا تحت بالليلك. شافني ايد شافني. لا لا ان شاء الله عيد. لا يا ريدكس مو صحيح، مو صحيح كلامك، مو صحيح. انا طيب انا اقول لكم اللي صار. تمام شكيت عليك ليش؟ لانك ذبيت التهم علي انا ورختر ولا تعرف بين الواننا، ما فرقت. طيب بيننا انا ثاني انا ورختر كنا ماسكين كامات وشفنا ابو شايع داخل الادمن. حلو اسمعني ريدكس، من تصديمه بالعالم هذا مواطن، بس انا بقول لكم اللي صار الان. تمام اول ما فكيت اللوج ريدكس جاء جنبي وسوى ريبورت، معناته في جثه باللوج بالادمن، بس ما عندي ولا اي جثه، فما ادري اذا كان هذا قلته ولا، لكن انتم تقدرون تشوفون اللي بالسكيورتي وبتعرفون في ثلاثه كانوا ماسكين سراويل بعض من بدايه تقريبا الرن تاكين عند الكامات، اللي هم مين؟ اللي هم عيد. ومن كان معك يا عيد؟ رختر. انا رختر وجانا فيصل. طيب ممتاز، معناته في رامي وفي فيصل وفي انا، وبرضو انا قلت لكم اني انا باللق. الثلاثه هذولي وين رامي؟ وين مكانك؟ استني اي حدا، انا مستني اي حد يرمي علي. مين حاب يرمي؟ لا نبي نعرف مكانك. انا مكاني بالالكتريك تحت وتقفل علي الباب. طيب في رامي شطفني انا خلاص حطوا سوس خاص زبده مهام، ما بقى شيء يا عيال. ف يا عيال ماسكين سراويل بعض. ما انا ما بقالب عليك بس ركز يلا. اجل تقولي الجثه عند بابي ها؟ في خطه براسي، ابغى عيد يطلع من المكان. يا اخي شوف ذولي تاكين جنب بعض، والله لعشر امكم والله. انا اوري امكم. يلا اطلعوا من هنا وروني كيف. يلا اطلعوا من هنا. يلا اطلعوا. يلا. بسوي ريبورت. الخير ماينكرافت قدامي، حط انا عشان انهي لكم اياها. انهي لكم اياها زبده. اسمعوا دقيقه ريدكس. ريدكس عشان كنا انا وفمصولي وريدكس جهه اللور الهادي مضمونين. ايوه قدام ريدكس. ايوه يا سكس بي اختار واحد منكم. يمين 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 يمين. يا انت يا شنق انت. طيب يا انا اسمعوا خلوني اتكلم. خلوني اتكلم. طيب خلوني اتكلم. طيب يلا تكلم وبعدها بتكلم. يلا انا وعيد. انا وعيد كنا بالسكيورتي مع بعض. اوكي جاء الكريبر ذا ما ادري ايش اسمه، حط التي ان تي اثنين قدام الباب. حلو. وش سوى عيد؟ عيد راح ذبح نفسه عند التي ان تي. حلو. وانا جيت صوت. هذه القصه. طيب. كامله. طيب خليني اقول لكم انا اذا كلامك صح يا اختي تدعيه، معناته اذا التي ان تي عند باب السكيورتي وانا شايفها، انا مار من هناك ونازل على اللور انجن وشفت التي ان تي محطوطه، معناته المفروض انك تموت اذا انت كلامك صح. هذا التي ان تي، التي ان تي اذا انفجر بيشيل كل اللي جنبه، كيف تبي تقنعني انك داخل السكيورتي والتي ان تي موجود وما انفجر وما مت انت؟ شلون؟ مستحيل. هذه بس القاتل اللي يسوي الحركه ذي. ها طيب اسمع انا قدام انا هي انا اقول لك قدام الباب، ما اقول لك داخل ذا. انا اقول لك قدام كيف الباب. كيف طيب ما مت؟ كيف انفجر فيكم ما مت؟ طيب شلون؟ وانا ايش دراني؟ خلاص عشان كذا حجتك مره ما هي منطقيه. بسوي شيء شايف انا ريدكس وفنصولي مع بعض. احمد كلامك مره ما ادري عمين الماوس طافي. الماوس طافي ما اقدر اصوت. ما اقدر اصوت. الماوس طافي. احمد ليش تكتبني؟ الله عليك يا ضحيت بنفسي علشانك بس يا عيال طلبت التصويت وبقعد يشبك بالشاحن. يلعن حظي اليوم، حظي سك يا ساتر يا حظي يا ساتر.
ولد مستعجل. ماشي اليوم يوم حظي ماشي. الى هنا وصلنا لنهايه المقطع. تنسون من لايك واشتراك وعلموا لو تبغون زياده مودات. الله يعطيكم العافيه. تابعونا بتويتش قاعدين نبث الان. السلام عليكم.